اجزاء كبيره من الحمص القديم، دمار هائل هائل، يعني اجزاء كامله من الحي سويت بالارض. كيف هيك يعني؟ هلا التكتيك اخر فتره، التكتيك اللي اتبعه المسلحين انه يفخخ الابنيه قبل دخول الجيش العربي السوري، وبتجي قوات الجيش العربي السوري لتفوت بيقوم تفجير الابنيه فيها. طبعا هالشيء يعني اذا ما بدك لك انه 90% من الدمار اللي شفته هو ناتج عن المجموعات الارهابيه المسلحه، مو ناتج عن الجيش العربي السوري ابدا. بتروح بتلاقي البيوت كلها منهوبه ومحروقه، والناس بتقول انه اللي عملوا هيك هن لجان شعبيه فاتت بعد ما يعني عمل عمليه الجيش. طب ليش الجيش ما قدر يوقف السرقه والنهب والحرق؟ طول لي بالك هيك ما اتفقنا.